مساء الخير من جديد، مكملين معاكم فقرات إكسترا تايم، وبحلقة الليلة رح نستعرض الملخص الشامل للأسبوع السابع من دوري المحترفين لكرة القدم. وحديثنا هذا واستعراضنا للملخص الشامل رح يكون مع ضيفنا الكابتن خالد قطاطبي. مساء الخير كابتن. مساء الورد، أهلا وسهلا فيك. منبلش إذن مثل ما عودناكم مع سؤال شارك. سؤالنا لليلة بيقول: ما هو تقييمك لمستوى الأسبوع السابع من الدوري؟ عندنا ثلاث خيارات، الخيار الأول ممتاز، الثاني متوسط، والثالث ضعيف. وطبعا صرتوا تعرفوا بإمكانكم التصويت بالإجابة على سؤال شارك عبر تطبيق رؤية سؤال شارك الخاص ببرنامج إكسترا تايم. كابتن، أنت شو كان تقييمك للأسبوع السابع بشكل عام؟ يعني بشكل عام صعب انه نحكم على كل المباريات بنفس التقييم، لكن بشكل عام يعني متوسط الاداء. يعني في مباريات يمكن كانت جيده المستوى، في مباريات كانت ضعيفه، فبالمجمل يعني متوسط المستوى بعتقد. نعم. اذا بنبلش حلقتنا بتقرير عن حصاد الاسبوع وبنرجع. اشتعل الصراع في دوري المحترفين مع ختام أسبوعه السابع، ولكن عنوان الصدارة بقي على حاله بانفراد شباب الأردن بالمقدمة برصيد 13 نقطة. ونجح أسود غمدان بالبقاء على القمة بعد الفوز على الشياطين الحمر فريق الجزيرة بهدفين دون رد، ليؤزم موقف الجزيرة الذي أصبح عاشرا برصيد 6 نقاط. الوحدات واصل مطاردته الشرسة للشباب وحقق فوزا صعبا في الثواني الأخيرة على الصريح بهدفين لهدف في مباراة شهدت تغييرات على تشكيلة الوحدات بعد قيام أكرم سلمان مدرب الفريق بإراحة عدد من نجومه كادت أن تكلفه نقاط المباراة. الوحدات بهذا الفوز حافظ على المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ليتراجع الصريح إلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط. الفيصلي بدوره حصد النقاط الهامة من أرض الكرك عندما واجه ذات رأس المتجدد بقيادة مدربه القديم الجديد عماد خنكان، فكان الأزرق يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة بهدف قاتل كسب فيه الرهان وارتقى إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد ذات رأس عند النقطة الثامنة في المركز السابع. ديربي الشمال بين الرمثة والحسين قمة لقاءات الأسبوع السابع انتهى سلبيا النتيجة، نقطة لم تفك الشراكة بين الفريقين بالنقاط، فبقي الرمثة خامسا والحسين سادسا ولكل منهما 9 نقاط. الليث الأبيض فريق الأهلي كان يحقق النتيجة الأعلى هذا الأسبوع بفوز عريض على البقعة بـ4 أهداف مقابل هدف، ليؤكد في كل جولة قوته واستمراره في حصد النقاط وليصل إلى النقطة العاشرة ويطير إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، فيما أبقت الخسارة البقعة في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط. اللقاء الأخير كان بين كفر سوم والأصالة، واستطاع رفاق بلال اللحام مدرب كفر سوم من تحقيق انتصار صعب بهدف نظيف على الأصالة على ملعب الأمير علي في المفرق الذي شهد أول مباراة للمحترفين تقام عليه. الفوز أنعش كفر سوم حيث ارتفع إلى المركز السابع بـ7 نقاط، ليبقى الأصالة أخيرا على سلم الترتيب وفي جعبته نقطتين فقط. إذن كابتن، خلينا نبلش من الصدارة. شباب الأردن لعب مع الجزيرة وحقق فوز ثمين. شباب الأردن يعني بصير بخطة ثابتة، يمكن أشد أكثر المتفائلين في شباب الأردن مشجعين وما كانوا متوقعين أنه الفريق يصير بهذه الخطوات الثابتة، لأنه يمكن فريق شباب الأردن من أقل الفرق اللي اندفعت عليه من خلال جلب المحترفين أو التعاقدات المحلية، لكن اللاعبين صاروا بيلعبوا بعيدا عن الضغوط النفسية، فهذا أعطاهم دافع معنوي وبالتالي تصدروا الدوري. لكن أنا بقول إنه شباب الأردن لازم حاليا زي ما تحكي البطل، هوية البطل لازم تلازم اللاعبين إذا بدهم يستمر. ليش بنحكي إنه لما الفريق بده يأخذ دوري لازم يكون عنده هوية البطل، طول النفس في الدوري، طول النفس. يعني فريق شباب الأردن لغاية الآن عم بمشي بشكل صحيح، لكن الرهان إنه هل إنه راح يكون في عنده طول نفس في المباريات الجاية ولا لا، هذا اللي ممكن يراهن عليه جمهور شباب الأردن. نعم، يعني طول النفس راح يخليه يحافظ على صدارته. أكيد، يعني الفريق عم بيأدي بحماس، عنده لاعبين صاروا يكتسبوا الخبرة
لاعبين شباب استفادوا من المباريات الماضية، لكن أنه ثقافة الفوز في المباريات الجاي هاي المطلوبة من شباب الأردن، إضافة إلى عدم تجنب المشاكل. يعني شباب الأردن تقريبا يعني كمان الفريق في بعض اللاعبين بيشكوا أنه ما أخذوا مثلا مستحقات لو أنه مش متأخر إلا فترة طويلة، لكن نعم. إذا زادت هاي المشاكل ممكن تأثر على الفريق، فإدارة شباب الأردن مطالبة أنها تضبط هذا الموضوع. نعم. إذا ردود أفعال شباب نجوم شباب الأردن والجزيرة ونشوفها ونرجع. يعني بداية بسم الله، يعني اسمح لي أولا أن أقول لإخواننا في نادي الجزيرة والكابتن عيسى حظ أوفى في قادم اللقاءات، حقيقة مباراة صعبة جدا. فريق الجزيرة معروف بقوته ومعروف يعني بالتزامه العالي، لكن الحمد لله رب العالمين وفقنا اليوم. اللاعبون كان على قدر المسؤولية حقيقة. نعم الفوز والصدارة تعني الاستمرارية إذا ما أردت الحصول على بطولة. الآن الآن يجب أن يكون هنالك استمرارية لدى جميع من له علاقة في منظومة كرة القدم في نادي شباب الأردن، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته من جهاز إداري، من جهاز فني، جهاز طبي، لاعبين، حتى تستمر الأمور كما يجب. وأنا أقول بأنه بإذن الله إذا ما حافظ اللاعبون على نفس الروح وعلى نفس الالتزام أعتقد بأننا سوف نكون رقم صعب، ولكن يبقى التوفيق من الله عز وجل. والله الحمد لله، يعني إحنا جينا على المباراة وكان في أمل أن نأخذ 3 نقاط والله أكرمنا وأخذنا 3 نقاط. 3 نقاط مهمة كانت جدا في تكملة مشوار الصدارة، وحطتنا على أعتاب المسؤولية كمان أمام ال4 مباريات القادمة. إن شاء الله أنه يكون أمورنا فيها جيدة بإذن الله الآن. والله الحمد لله، يعني بتوقع قدمنا مباراة كثير حلوة، يعني من أفضل مبارياتنا بالدوري، فبتوقع أنه مستوانا بتصاعد. يعني أن الشباب صغار الحمد لله، اليوم سجلنا هدفين وكنا نستحق 3 نقاط، وإن شاء الله أن الدوري صعب زي ما بتعرف، كل الفرق قريب لبعض، النقاط قريب لبعض، وإن شاء الله ربنا بيسر أمورنا وإن شاء الله بنكون يعني رقم صعب بالدوري هذا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، 3 نقاط مهمات من نادي زي نادي الجزيرة، نادي كبير، نادي من له 2-3 سنين ينافس على دوري. طبعا احنا عززنا تقدمنا بالصدارة، ان شاء الله انه بعزم الكابتن وعزم اللعيب نظل بنفس المستوى والاداء هذا ان شاء الله برب. اول شيء بحكي هارد لك لنادي الجزيرة، نادي كبير بصراحة من الفرق الكويسة، بس مرتبها الان مش كويس يعني، بس هم فريق كويس ويحترم، والحمد لله احنا على 3 نقاط صدارة، يعني فرق 3 نقاط اعتقد نستنى مباراة الوحدات، وهذا باكد للجميع انه احنا فريق بيستاهل نكون متصدرين، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله يعني هذا شيء الجهد لازم نقدمه، لازم كل مباراة نقدمه، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله اهم شيء على 3 نقاط. اكيد بلا شك احنا مش راضيين طبعا على الاداء ولا النتيجة، لم يقدم اللاعبين او الفريق ما هو مطلوب، لكن بتصير في كرة القدم مرات، ما كناش بيومنا اليوم للأمانة يعني، لكن هاي هي كرة قدم. بصراحة بنقول مبروك لشباب الأردن، أدوا مباراة قوية بصراحة، ما يعني ما بننزل من حقهم، فريق جيد، مدربهم عرف كيف يخرج المباراة، نزلوا على المباراة يعني بالصدارة. احنا بصراحة ما كنا اليوم بيومنا، وإن شاء الله الأيام الجاية بنعوضها إن شاء الله المباراة الجاية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحمد لله، يعني الرياضة فوز وخسارة، لكن اللي خسرنا احنا خسرنا الأداء مع النقاط كمان، يعني مش بس النقاط لحالهم، وقدر الله ما شاء فعل. إذا كابتن خلينا نحكي عن فريق الجزيرة. بعد هاي الخسارة تمت الموافقة على استقالة الكابتن عيسى الترك وتعيين هيثم نشبول مكانه. جماهير الجزيرة بتعتقد إنه يعني الفريق ما لبى طموحهم، يعني الإدارة يمكن اشتغلت على الفريق، كان في عندهم استقرار فني طيلة ال4 سنوات، لكن يمكن ما لبى طموحهم خاصة في الموسم الحالي بعد خروجهم من بطولة الكأس، فكان يعني الشيء الطبيعي او الشيء المطالب في المدرب انه يستقيل ويفسح المجال لفريق ثاني. انا بعتقد فريق الجزيرة يمكن دفع ضريبة انتماء لاعبينه للشق الدفاعي، يعني فريق الجزيرة أنا بعتقد في خامات مميزة كان نعم. ممكن أنه تحقق نتائج أفضل، لكن إذا بتلاحظي الإحصائيات اللي بتتعلق بفريق الجزيرة، الفريق الأقوى دفاع طبعا أكيد يكون الأقوى دفاع، لأنه يمكن حتى لاعبين الوسط اللي بيلعبوا طابعهم دفاعي، فهذا أثر على التهديف في الفريق وما لصالح الفريق الدفاعي، فما شفنا فريق الجزيرة عم بسجل أهداف كثير، فكان يعني شيء طبيعي أنه ينزف نقاط في الفترة الماضية. نعم. طب خلينا هلأ
ننتقل لصاحب المركز الثاني الوحدات، مباراته مع الصريح حقق الفوز، لكن هذا الفوز كان صعب وخصوصا انه اجى باللحظات الاخيره. الوحدات يعني حقق المطلوب منه الثلاث نقاط، لكن هذا جرس انذار للفريق، ما كان يعني هذاك الاداء اللي ممكن انه الفريق ياخذ لقب دوري. انا بعتقد انه يمكن المدير الفني اكرم سلمان غامر بدفع بالزج بلاعبين الشباب، كل نعم. الفريق كان من الشباب، وانا بعتقد انه في مثل هاي المباريات وفريق الوحدات اللي طامح باللقب انك تنزعي منه عامل الخبره بهذا الشكل وبهذا الطريقه بحيث ما يكون يعني لاعب او لاعبين من اصحاب الخبره، هذا اثر كثير على الفريق، والمدرب يمكن عرف في هذا الخطا في المباراه وداركه من خلال اشراك عبد الله ذيب وعامر ذيب، واللعب بشكل هجومي، يعني كان يلعب بمهاجم واحد واشرك بهاء فيصل كمهاجم ثاني، فانقذوا من خسارة أو خسارة نقطتين في هاي المباراة. أنا بعتقد فريق الوحدات عنده لاعبين شباب، هذول الشباب يعني شوف إذا بتستعرض تشكيل اللعب فيها أكرم سلمان هذول مستقبل الوحدات، يعني ما أعتقد أنه ممكن تروح بطولة من الوحدات خلال السنوات الجاي إذا استثمر هذول اللاعبين، لكن أنت فريق بدك بطولة صعب أنك تنزع الخبرة بهذا الشكل، لازم بالتدريج شوي شوي حتى أنه اللاعبين هذول يأخذوا خبرة كاملة وخبرة المنافسات، فهذا يمكن خطأ وقع في مدرب الوحدات وداركه في اللحظة الأخيرة. وكمان في ملاحظة، يعني لاعب زي أشرف نعمان لاعب خبرة ولاعب محترف وبيأدي مباريات جيدة مع المنتخب الفلسطيني، يمكن ما أدى مع الوحدات بالشكل المطلوب، لكن أنه يركن على مقاعد البدلاء بهذه الطريقة ممكن تأثر على نفسيته، فممكن الوحدات تستفيد منه بشكل أكبر في الفترة الجاية في اللقاءات القادمة إن شاء الله. إذن المدير الفني للوحدات أكرم سلمان تحدث لكاميرا إكسترا تايم بعد المباراة، خلونا نشوف شو حكى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني الفوز هو هدية للجمهور يعتبر، ولكن تسني لي أقول لك ما راضي على الأداء الوحدات، يعني خاصة بالشوط الأول، يعني احنا نتأثى بالنسبة للاعبين مثلا دي يروحون للأولمبي دي يروحون للمنتخب الوطني دي يقاطعون عن الفريق دي نتمرن مثلا 8-9 لاعبين، الفرصة اللي دي تصير انه نجمعهم بالمباراة الرسمية، ولهذا دي يجي اللاعب يا اما مرهق يا اما تعبان، الأخطاء تصير عندنا كثيرة، يعني شفت الشوط الاول غير معقول انه مجموعه شباب يمثلوا مثل منتخب اولمبي تشوف انه اربع لاعبين او حتى خمس لاعبين المستوى الفردي واطي، اي مدرب ما يقدر يكافح هالشغله هذه، يعني مدرب عنده ثلاث لاعبين تبديل، من يصير العدد اكثر وهذا غريب، يعني انت بالتمرين تشوف اللاعب يعطيك غير ما يعطيك بالمباراه. الحمد لله انه الشوط الثاني قدرنا نغير اللي نقدر نغيره، ولكن لا زال المستوى غير مقبول بالنسبة لنادي الوحدات، وأتمنى أنه المباريات المقبلة ولو بها ضغط راح يصير علينا، لأنه كل أربعة أيام كل ثلاثة أيام راح يصير عندك مباراة، بس نستفاد من هاي المباراة، راح نستفاد منها نصلح الأخطاء بها إن شاء الله. المباراة الجاية مع الأهلي إن شاء الله أفضل يصيرون. إذن كابتن خالد، هلأ من القطب الأول للكرة الأردنية الوحدات منروح للقطب الثاني الفيصلي، وبرضه فوز صعب على ذات رأس، كيف شفت هذا اللقاء؟ الفيصلي يعني إذا بتلاحظي حقق ست نقاط في آخر مبارتين، هذول أعطوه قفز كبير، يعني من مركز متأخر كان في مركز الوصيف وهلأ تراجع للمركز الرابع، يعني بنفس رصيد الأهلي 10 نقاط، فهذا يعني هاي النقاط مهمة للفيصلي، يعني في الدوري المهم أنك تحصلي نقاط، لكن نعم. لازم تكون في مراجعة للفريق، يمكن فريق الفيصلي فعلا مع ذات رأس حقق الثلاث نقاط وهدف متأخر صعب، لكن الفريق يمكن مش مقنع بالشكل المطلوب اللي ممكن يخلي الجماهير انها تتفائل انه يحدد او ينافس على لقب الدوري، الفريق بحاجه الى مزيد من الشغل، مزيد من التجانس، مزيد من الدعم الاداري حتى انه يستمر في المنافسه على اللقب. بالمقابل فريق ذات راس يعني زي ما نحكي الموسم هذا لساته منحوس على ملعبه، اذا بتلاحظ المواسم الماضيه كان فريق صعب انك تاخذي منه نقطه حتى على ملعبه، لكن الموسم هذا تراجع بشكل غريب، صحيح تاثر بالمحترفين اللي طلعوا من عنده وفقد كثير من اللاعبين، لكن هي ما زالت مشكله الفريق، يعني الاستقرار عدم الاستقرار الفني كمان ممكن ياثر على الفريق، اللاعبين ما في لاعبين بدلاء على نفس السويه، ايضا في ملاحظه يمكن بتخلينا نحكي عنها في هذا الموضوع اللي هي شوفي الاحتراف
بلشت تبين مشاكله. يعني مع الأسبوع السابع والسادس في كثير مشاكل، بعضها طلع وبعضها ما طلع، وأغلبها على الأمور المالية، يعني كثير بالخفاء. في لاعبين بيهددوا أنهم ما يروحوا على المباراة إلا إذا دفعت لي راتب شهر أو شهرين اللي مقدم عقب من الموسم الماضي، فهاي مش ظاهرة للجمهور، لكن في مشاكل بتأثر على الفريق. وكثير من اللاعبين اللي أنا بعرفهم ما كانوا بدهم يروحوا على المباراة أو راحوا على مضض على اساس انه الاندي بتواعد فيهم ياخذوا مستحقات، فهي مساوي الاحتراف وعدم وجود يعني المال الكافي اللي يمول الاحتراف حتى انه نكون محترفين. صحيح. طيب نروح هلا للاهلي والبقعه. الاهلي حقق فوز عريض على البقعه، وكمان فريق الاهلي مثل ما عم نشوف عم بتقدم بخطوات كبيره على سلم الترتيب. شوف الأهلي بحصد الاستقرار الفني اللي بعيشه. يمكن في بداية الموسم لما خسر أول مباراة وكان يحكوا أنه ممكن الجهاز الفني يتغير، لكن الإدارة تمسكت بالجهاز الفني ومشى، وفعلا الجهاز الفني كان عند حسن الظن. الفريق بتلاحظي في تجانس باللعب في الخطوط الثلاث، بدليل الفوز الأخير على البقعة. حتى لما خسر مع الفيصلي كان الفريق الأفضل، فالتجانس اللي خلقه الجهاز الفني بعطي مؤشر أنه الفريق ممكن يكون منافس على مركز متقدم، إذا ما كان منافس على الدوري. فهاي بتعطيك مؤشر ضرورة الاستقرار الفني، ضرورة اللعب الجماعي، ضرورة الدعم الإداري. فكل هاي المقومات متوفرة في فريق الأهلي، فإذا ما استمر في هاي العروض، خاصة العرض اللي شفناه مع البقاء، أنا بعتقد ممكن يكون منافس على مركز متقدم. نعم. إذا خلونا نروح نشوف ردود أفعال نجوم الأهلي ومنرجع. الحمد لله نحكي هارد لك للبقعة، فريقنا كان أحسن وتميز ومستحق الثلاث نقاط، والحمد لله على الفوز، وإن شاء الله الجاي أحسن إن شاء الله، وإن شاء الله عندي مباراة مع الوحدات تكون أحسن من هيك، وإن شاء الله نطمح لصدارة الدوري إن شاء الله. أول شيء بحكي بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك لنادي البقعة على فريق كبير. الحمد لله يعني صدارة نحكي مؤقت عشان الجولات اللي غدا. الحمد لله متصدرين بفارق الأهداف حاليا، يعني على بحكي انه ركله الجزاء اللي جتنا بدايه المباراه هي اللي دفعتنا يعني انه نطلع للصداره، والحمد لله قدرنا نفوز باربع اهداف، والحمد لله على كل شيء. وشهرتك لفريق البقعه. اول شيء الحمد لله رب العالمين، هاي توفيق ربنا، احنا فريقنا دائما بكون في هذا المستوى، بس احنا ما بنتوفق في التسجيل، احنا يعني بجوز اقل الفرق اللي دخل فينا جوال الحمد لله، يعني من ست جولات، هاي اول مباراه بناكل جول من ست جولات، والجول يعني بغلطه بسيطه صارت الحمد لله. احنا ان شاء الله هلا احنا متصدرين فرق الاهداف، فاحنا ان شاء الله احنا بنستمر الجولات ان شاء الله الفرق الثانيه بتخدمنا، وان شاء الله المباراه الجايه بنفوز بثلاث نقاط مع الوحدات وبنتصدر. الحمد لله اللقاء كان قوي، فريق البقعة فريق كبير، احنا كنا جاهزين لفريق البقعة، كان عنده اصابات رجع، الحمد لله احنا كان عندنا اصابات كمان ورجعنا. الكابتن ماهر اشتغل طول الفترة هاي على المباراة هاي بالذات، لان هاي مباراة صدارة لو مؤقتة، فمباراة ضروري كثير، والحمد لله توفقنا. بنشكر الإدارة ومنشجع الجماهير اللي دائما تيجينا لو انها قليلة، بس ان شاء الله النتائج بتجيب جماهير. الرسالة انه منظومة الفريق عم تتكامل، انه المنظومة الدفاعية والارتداد السريع عم تترجم الى اهداف، والحمد لله اللاعبين المهاريين موجودين، وان شاء الله الجمهور وجمهور النادي الاهلي بيشوفوا فريق يؤدي بنتائج جميلة، ويعني سواء بالتسجيل او بالدفاع. من الأهلي منروح لديربي الشمال، عنا الحسين إربد والرمثة تعادلوا سلبيا بدون أهداف، لكن هذا التعادل ما أفاد ولا أي طرف من الطرفين. أجمل ما في المباراة الجمهور، يمكن الجمهور الكبير، شفنا ملعب الأمير هاشم كان يعني مليان في الجمهور، فهذا بعطيك نكهة خاصة للمباراة، خاصة اللاعبين، هم اللاعبين بلمسوا هاي الشغلة. من الناحية الفنية يعني المباراة جيدة المستوى، وزي ما تفضلتي التعادل يمكن هو ضيع نقطتين على كل فريق، لأنه الفريقين عم بيبحثوا عن نقاط حتى ينافسوا. يعني الفريق لو الرمثة أو الحسين اللي لو واحد منهم أخذ ثلاث نقاط يعني بمضي وبيقرب من المراكز الأولى، فهذا التعادل كان مثابة الخسارة. لكن هي المباراة يعني قدم فيها الفريقين أداء جيد، الجمهور أعطى نكهة يعني حلوة للمباراة. لقاء الديربي دائما رمثة والحسين هو دائما في إثارة حتى لو كانوا بعيدين عن المنافسة. نعم، خلينا نحكي هلأ بشكل سريع عن اللقاء الأخير اللي حقق من خلاله كفر سوم المطلوب بالفوز على الأصالة بهدف.
هي المباراة أول مباراة بتصير على ملعب الأمير علي في المفرق. كفرسوم يعني بلش، إذا بتلاحظي بتتابعي مبارياته من مباراة لمباراة عم بتقدم، بقدم مستوى كويس. يعني المباراة اللي خسرها مع الأهلي كان قدم فيها مباراة جيدة رغم الخسارة، مباراته مع الأصالة أيضا قدم فيها مستوى يعني متميز، أفضل من المستويات اللي قدم في المباريات السابقة. برضه ما بخلينا نهضم حق فريق الأصالة اللي كمان هو فريق متطور، وأنا بعتقد في هذه المباراة تعرض فريق الأصالة لظلم تحكيمي، يمكن كان بيستحق ضرب الجزاء، كانت نعم. واضحة حتى دائرة الحكام بحسب معلوماتي أنهم اعترفوا أنه في الحكم أخطأ في عدم احتساب ركلة الجزاء، ففريق الأصالة يمكن هاي المرة الثانية اللي بنظلم فيها. نعم إن شاء الله لا بتحسن وضعه في اللقاءات الثانية. خلونا نستعرض هلأ النتائج الأولية لسؤال شارك. سؤالنا كان بيقول: ما هو تقييمك لمستوى الأسبوع السابع من دوري المحترفين؟ ممتاز 38%، متوسط 32%، وضعيف 30%. بشكل سريع كابتن، تعليق سريع جدا على النسب هاي. هل الجمهور هو اللي بيقيم؟ بس أنا رأيي أنه متوسط كان الأداء فيها. نعم، إذا فاصل قصير منرجع من بعده منكمل فقراتنا معاكم، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين معاكم بملخص الأسبوع السابع من دوري المحترفين، ومنروح هلأ لنشوف قضية الأسبوع. قضية جدلية سنتحدث عنها في الأسبوع السابع من دوري المحترفين، خصوصا أن هذا الأسبوع شهد احتجاجا واضحا على أداء الصافرة خلال مباريات الدوري. قرارات كثيرة كانت لحكام مباريات الأسبوع السابع أثارت حفيظة الأندية التي تواجدت في اتحاد الكرة بعد مبارياتها لتقديم احتجاجها على قرارات تعتبرها ظالمة بعض الشيء بحقها. البداية مع نادي الأصالة الذي أبدى احتجاجا شديدا لعدم احتساب الحكم لركلة جزاء اعتبروها واضحة بعد إبعاد لاعب كفرسوم الكرة بيده في الشوط الثاني من اللقاء، مؤكدين أن ركلة الجزاء لو احتسبت وسجلت كان الفريق خرج بنقطة على الأقل من أمام كفرسوم. أما البقعة فقد أبدى أيضا اعتراضه على حكم مباراته مع الأهلي، معترضا على ركلة الجزاء التي احتسبت بأولى ثواني المباراة، مؤكدا على أنها خطأ على مهاجم الأهلي وليس على لاعب البقعة. وأيضا اعترضوا على ركلة جزاء لم تحتسب لهم بعد شد لاعب الأهلي لمهاجم البقعة داخل المنطقة، مطالبين بضرورة تحسين مستوى التحكيم وأيضا عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم نظرا لتعرضهم للظلم قبلهم. قضية التحكيم من أكثر القضايا الحساسة في عالم الكرة، وهو ما يتطلب عملا مضاعفا من اتحاد الكرة ودائرة الحكام في كل جولة وفي كل موسم. إذن قضيتنا لهذا الأسبوع هو التحكيم، شو رأيك كابتن بالحالات اللي شفناها، الحالات التحكيمية؟ التحكيم قضية حساسة في كل دول العالم، والشيء المتعارف عليه أنه الأخطاء التحكيمية واردة في كل المباريات، لكن يعني من خلال المتابعة شوف أنا عندي قناعة أنه ما في حكم يعني بقصد أو بتعمد أنه يخطئ في هاي المباراة لحساب فريق أو آخر، لأنه الحكم يعني عندنا في الأردن صار تحت التقييم. نعم. إله طموح، يعني زي ما اللاعب إله طموح في الاحتراف، الحكم إله طموح يطلع للنخبة ويطلع للاتحاد الآسيوي ويحكم في كل المحافل، فهو بيبذل جهد كبير، لكن هذا ما يعني ما بيمنع أنه يكون في أخطاء. الدوري في أخطاء على مدار الأسابيع الماضية، أنا بعتقد كل أسبوع كان في أخطاء، في أخطاء يعني بعضها واضح كانت يمكن بتعطيك مؤشر عن ضعف الحكم أو يعني عدم متابعته للحالة، زي ما شفنا حالة مثلا الكفرسوم والأصالة، ركلة الجزاء يعني يمكن كانت واضحة لما تعيدها في العرض البطيء بتشوف في ظلم تحكيمي، وفي مباريات كثير كان فيها أخطاء تحكيمية من الحكام، لكن ما أعتقد أنها مقصودة، لكن هي بحاجة لأنه يكون الحكم يعني أكثر دقة أكثر متابعة. الحكم المشكلة بياخذ قرار في أقل من ثانية، فيعني إحنا مرات بنقعد على التلفزيون والعرض البطيء وبنعيد الحالة وبنقول لا تسلل أو مش تسلل لما نحللها، فالحكم بياخذ قرار في جزء من الثانية. الأخطاء التحكيمية موجودة كثير من الأندية بتحتج، لكن يعني اليوم كان يحكي لي رئيس نادي إنه
بقول لي انا حكيت مع رئيس لجنه الحكام واحتجيت على التحكيم، فبقول له قدمت يعني شيء رسمي، فبقول لي يعني على الفاضي ما راح استفيد شيء، يعني ليش بدي اقدم؟ هذا كان سؤالي. انه احتجاج الانديه عند اتحاد كره القدم بيجي بنتيجه او على الفاضي؟ لا، ما بيجيب نتيجه، يعني يجيب نتيجه يعيد المباراه ولا يحتسب هدف، طبعا هذا مستحيل، لكنه عاده دائره الحكام اللي انا بعتقد انها تتعامل بشفافيه في العقوبات، تتخذ عقوبه يمكن في الحكم بتوقفه عن اداره المباريات في اسبوع معين من الدوري، بتحرمه، بتمنعه من المشاركة الخارجية، هي عقوبة الحكم اللي بيدفع ثمنها، النادي خلاص يعني بتروح عليه الخطأ اللي بيرتكبه واللي بيخسر فيه فريقه بتروح عليه، ما راح يستفيد منه. نعم. طيب شو رأيك كابتن باحتجاج نادي البقعة؟ والله هي أخطاء تحكيمية، يعني أنا مش في محل إنه أقرر إنه هاي الحالة صح ولا لا، يعني في حالات ممكن أحكم فيها يعني إذا لمست يد، لكن هاي الحكم بيكون أقرب إلها، يعني زي الحالة هاي اللي بنشوفها يعني صعب إنه أحكم فيها إنه ضرب الجزاء ولا لا. نعم. إذا خلونا هلأ من قضية التحكيم وقضية الأسبوع نروح لشذرات الأسبوع السابع. مع ختام الأسبوع السابع من دوري المحترفين رصدنا لكم العديد من الشذرات التي التقطت من هذا الأسبوع والذي شهد بقاء الصدارة شبابية ومطاردة ثلاثية من الوحدات والأهلي والفيصلي. الأسبوع الخامس من الدوري شهد نسبة متوسطة من الأهداف حيث سجل 12 هدفاً في المباريات الست بمعدل هدفين في كل مباراة. شباب الأردن في هذه الجولة انفرد بقائمة الفرق الأقوى هجوماً حيث سجل 10 أهداف فيما كان الجزيرة الأضعف بتسجيله لهدفين فقط. يعتبر الأصالة الأضعف دفاعاً حيث تلقت شباكه 10 أهداف فيما الجزيرة هو الأقوى بتلقيه هدفين فقط. البطاقات الحمراء لم تظهر هذا الأسبوع فيما احتسبت ركلة جزاء واحدة لمصلحة الأهلي في مباراته أمام البقعة نفذها محمد العلوني بنجاح، وهي تعتبر من أسرع ركلات الجزاء في الدوري عندما احتسبت في الثانية 21 من عمر اللقاء. الأسبوع السابع شهد إقامة أول مباراة رسمية لدوري المحترفين على ملعب الأمير علي في المفرق، وظهر الملعب بصورة رائعة وأرضية مميزة لإقامة المباريات عليها. كابتن خالد، هلأ نحكي بالنسبة لمرحلة كاملة، أرقام هذا الأسبوع ما كانت الأرقام يعني قوية فيه، كانت مقبولة، يعني إذا بتلاحظ في الأسابيع الماضية في أسابيع كان فيها 7 أهداف، يعني نعم. 6 مباريات فيها 7 أهداف كانت النسبة ضعيفة، يمكن أكثر أسبوع كان 15 أو 16 هدف، يعني 12 هدف نسبة مقبولة، لكن يعني هذا إحنا بنحكي نسبة مقبولة بالنسبة للدوري الأردني، لكن هذا بعطيك مؤشر إنه يعني لسه العمليات الهجومية واللاعب الهداف في الأندية بشكل عام وحتى في انعكست على المنتخب، ما في عندنا لاعبين يمكن هدافين أو لاعبين قادرين على ترجمة أنصاف الفرص، فهي مشكلة بنعاني منها. 12 هدف أنا بعتقد يعني في هاي الأسبوع نسبة جيدة نوعا ما، لكن المفروض انه النسبة ترتفع في تكون أفضل. يعني تكون افضل من هيك، لانه احتدم التنافس حتى من خلال الارقام بتلاحظي انه يعني شباب الاردن قفز للفريق الاقوى هجوم وقفز للصدارة، فهذا بيعطيك مؤشر انه الفريق عم بيلعب كرة هجومية، الفريق اللي بيهاجم وبيبحث عن الفوز اكيد راح يكون الاكثر تسجيلا للاهداف، بعكس الفرق اللي دائما بتتقوقع في الخلف وبتركز على الجانب الدفاعي، هاي صعب انها تحصد نقطة وبتنزف كثير من النقاط، لأنه الفريق اللي بيدافع 90 دقيقة يعني صعب إنه ما يدخلش في مرمى جول حتى. نعم. مين ما كان المدافعين، بس الحلو إنه ما في ولا كرت أحمر خلال هاي المرحلة، بنتمنى إنه هاي تستمر الحالة، يعني حالة إيجابية إنه ما في بطاقات حمر في الأسبوع، فهاي نعم. يعني شغلة إيجابية وبتعطي انطباع يعني عن حسن التعامل اللاعبين في المباريات. صحيح. إن شاء الله بتستمر كمان خلال الأسابيع القادمة. خلونا نروح هلأ لصراع الهدافين. انفرد مهاجم الوحدات المحترف السنغالي الحاج مالك بصدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف بعد ختام الأسبوع السابع من الدوري، وذلك عندما سجل هدفين لفريقه أمام الصريح وأنقذه من التعثر في هذه الجولة. ويطارد الحاج مالك على صدارة الهدافين 5 لاعبين،
برصيد 3 أهداف لكل منهم، وهم السنغالي ديالو لاعب الفيصلي، وأحمد مرعي من الأصالة، ويوسف النبر من شباب الأردن، وأكرم الزوي من الحسين إربد، ومحمد العلاوني من الأهلي، فيما يليهم برصيد 2 كل من النيجيري مانيويل وصدام شهابات وأيمن أبو فارس من الصريح، ومحمد خير ومروان عبيدات من كفر سوم، وأحمد العساوي من شباب الأردن. وينتظر أن تشهد المنافسة شدة خلال الأسابيع المقبلة نظرا لرغبة الفرق بتحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف التي وصل مجموعها في دوري المحترفين إلى 69 مع ختام الأسبوع 7. يعني إحنا عنا المتصدر الهدافين برصيده في 5 أهداف، شو رأيك بهاي المنافسة؟ شوفي، حتى الهدافين عنا مش أردنيين، يعني محترفين من برا، يعني هاي بتأكد لك إنه الأردن بتعاني فعلا من اللاعب المهاجم الهداف. نعم. يعني الموسم الماضي اللاعب السوري معتز صالحاني أخذ هداف الدوري، غاب اللاعب الأردني عن لقب الهداف. لغاية الآن في الموسم أكثر لاعب أردني في 7 مباريات جايب 3 جوال، هاي برضو بتجسد لك المشكلة اللي بتعاني منها كل الأندية. الحاج مالك سجل 5 أهداف يمكن من أغلى الأهداف اللي سجلهم في المباراة الأخيرة، يمكن هدفه الثاني أنا بعتقد أنقذ الوحدات، لأنه الوحدات صعب، يعني خسر مع الحسين وخسر مع الفيصلي ويخسر مع الصريح كمان أو يخسر نقطتين، فهاي كان ممكن تكركب الفريق، يعني ما تعيشه بحالة استقرار، لكن الفوز دائما بطغى على السلبيات. فغير أنه عز الصدارة الهدافين الحاج مالك كمان أعطى روح معنوية للفريق حتى أنه يمضي في المنافسة، وممكن هذا الهدف يكون هدف الدوري، ما أدرك. أنا بتوقع أنه هدف الحاج مالك الثاني هو اللي ممكن يعطي للوحدات نفس أكبر للمنافسة على الدوري. نعم، إذن من الهدفين بنروح لنشوف أهداف الأسبوع 7. كابتن، إيش أكثر هدف عجبك من أهداف الأسبوع 7؟ والله شوف، أنا عجبني هدف الحاج مالك، هدف الحاج مالك الثاني. نعم. أول شيء إنه إجا من مجهود فردي من صالح راتب، يعني تجاوز المدافعين. ثانيا الحاج مالك يعني ما تفلسف بالكرة من أول لمسة، هذا الشغل اللي كنا دائما المدربين يحكوا عنها بالنسبة للمهاجم، إنه في هاي الحالة ما ترتبك في الكرة، ما تفلسف فيها من أول لمسة، فهذا اللي عمله الحاج مالك. لو تأخر ثانية كان ممكن تتغير الأمور. نعم، إذا رح نروح لنستعرض النسب النهائية لسؤال شارك. سؤالنا كان بيقول: ما هو تقييمك لمستوى الأسبوع 7 من دوري المحترفين؟ ممتاز إجت بنسبة 40%، متوسط 30%، وضعيف 30%، يعني نسب مش كتير اختلفت، متقاربة. نعم، بنضلنا نقول يعني إنه المستوى كان إنه ممتاز، يعني صحيح، يعني أحسن شوي ان شاء الله. انا نتمنى، يعني في ملاحظه اخيره، هي في الاسبوع 7 انه شوف اللاعبين المنتخب بعتقد تاثروا في السفر واللعب مع قرغستان. نعم. والتعب فما ظهروا بالمستوى المطلوب عندهم، يمكن يكون افضل في الاسابيع القادمه. يعني النقاط اكيد مهمه، لكن كمان الاداء مهم خلال طبعاً المباريات. انا بدي اشكر حضورك معنا لليلة كابتن، اهلا وسهلا فيك. شكرا.